اذا عندنا هون الجزء الثاني من السؤال بدنا نطلع لما يصير الاوبريتنج بوينت او اللود ينزل ل 50% من قيمته. لما ينزل اللود ل 50% الكرنت البرايمري بينزل ل 50% من قيمته، فبينزل من 80 في نص 40، والكرنت اللي في السكندري بينزل كمان ل 50% من قيمته قد فول لود، فبينزل من 1250.5 625. الكوبر لوسز في البرايمري ات 50% بصير اي تي سكوير ار بي 800، والبي كوبر لوسز في السكندري ات 50% نفس الشيء بينزل الرقم قديش كان الرقم قديش الكرنت 620 25 تربيع، بس باي مقاومه بضربه بالقرص مقاومه السكندري اللي هي 0.001 390.001 قديش هاي تطلع 390.625 خليها تقريبا 390. اوكي صارت عندي هلا البي كوبر لوسز التوتال ات 50% بتساوي ستيتر زائد الروتر، فبتصير 800 زائد 390، فبتصير 1190 مظبوط 0.625 تمام تقريبا هاي. والكور لوسز ايش راح يصير فيها او الاير لوسز ما راح تتغير، راح تضلها 2500، فبصير عندي اللوسز كامله على 50% راح تصير 1190 زائد 2500 وتساوي قديش تطلع لنا 3690. فبصير عندي هلا الافشنسي ات 50%. هلا قبل ما نحسب الافشنسي ات 50% ايش راح يصير في الاوتبوت باور؟ الاوتبوت باور كانت عندنا 340 ات هاف لود شو بتصير؟ 170. اذا بصير عندي بي اوت ات 50% تساوي 50% في 340 كيلو وات اللي هي 170 كيلو وات. فالان الافشنسي ات 50% بتساوي بي اوت اللي هي 170 كيلو وات على 170 كيلو وات اللي هي بي ان زائد اللوسز. البي اوت زائد اللوسز بتعطيني البي ان، واللوسز اللي هي هلا انتبهوا هون يا شباب، اذا بتشتغل بكيلو وات ضلك تشتغل بكيلو وات، انتبه هذه واتس فلازم ايش احطها 3.69 كيلو وات. قديش هاي تطلع 170 على 173.69 تطلع 97.8. وإذا بنقارن هذا الرقم مين أعلى؟ الأول لود الإفشنسي أعلى من هاف. أوكي؟ عشان هيك في الموتورز في شيء اسمه أوفرسايزنج، لازم نستخدم